مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وارحب بكم في مساحه جديده للراي. تحديات كبيره تنتظر تايوان بعد ان اختار الناخبون في تايوان ويليام لاي تي رئيسا لهم. اثارت هذه الخطوه غضب بكين والتي اصدرت بيانا بعد وقت قصير من ظهور النتائج، اثرت فيه على ان تايوان جزءا من الصين على الرغم من ان بكين دعت الى اعاده التوحيد سلميا، الا انها لم تستبعد ايضا استخدام القوه. ومصوره الانتخابات التايوانيه على انها خيار بين الحرب والسلام، وقد عززت الصين وجودها العسكري حول الجزيره في الاشهر الاخيره، ما زاد المخاوف من صراع محتمل. وصفت بكين لاي بانه انفصالي ومثير للمشكلات بسبب تصريحات قد أدلى بها في الماضي تدعم استقلال تايوان، وهو ما تعده الصين خطا أحمر، لكنه أشار في الأشهر الأخيرة إلى أنه لن يسعى إلى الاستقلال الرسمي. كل هذا سيكون محور حلقة اليوم من برنامجكم مساحة للرأي مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ بشوي رمزي، الكاتب الصحفي باليوم السابع. استاذ بشوي اهلا بحضرتك معنا، سعداء يا فندم بوجودك معنا. اسمح لنا يا فندم نفتح مساحه الحوار ولكن واخذ الراي ولكن بعد هذا التقرير. لا شك أن نتائج الانتخابات التي شهدتها تايوان مؤخرا والتي فاز فيها لاي تشينغ دي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بمنصب الرئيس والتي يمكن وصفها بالأكثر إثارة وجدلا، ستفتح الباب أمام مزيد من اللايقين حول مستقبل الجزيرة خلال السنوات الأربع المقبلة، خاصة وأن نتائجها قد تجعل العلاقة بين تايبي وبكين على حافة الهوية، وهو الأمر الذي ظهر جليا في رد الفعل الصيني السريع عقب إعلان النتائج مباشرة، بالتأكيد على أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يمكنه أن يمثل الرأي العام السائد في الجزيرة، وأن الانتخابات لا تغير الاتجاه العام المتمثل في أن الوطن الأم سيتوحد في نهاية المطاف. ويشير المراقبون أن الرئيس الجديد سيكون في وضع أصعب مما كانت عليه الرئيسة الحالية تساي إينغ وين، إذ سيحتاج لبذل مزيد من الجهد وربما تقديم تنازلات في بعض الملفات والقضايا الداخلية للحيلولة دون الوصول بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى طريق مسدود، كما ستظل الأوضاع الاقتصادية من بين التحديات التي تنتظر الرئيس الجديد، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور والذي قد يتفاقم خلال السنوات المقبلة بسبب الموقف الصيني من تايوان. كذلك ستكون السياسة الدفاعية ومساعي تعزيز وامتلاك أدوات الردع في مقدمة أولويات الرئيس الجديد، ويتوقع أن يستمر النهج التايواني في زيادة الإنفاق العسكري خلال السنوات المقبلة مع العمل على تحديث وتطوير القدرات القتالية والدفاعية للجيش وتزويده بمعدات وأسلحة نوعية. أما على صعيد السياسة الخارجية فيبدو أن الحفاظ على الوضع الراهن في التعامل مع الصين سيكون الخيار الأفضل بالنسبة للرئيس الجديد الذي يأمل في السلام والاستقرار ويفضل الحوار بدلا من الصراع مع بكين دون السعي إلى استقلال الجزيرة أو للتحادي مع الصين. مرة أخرى برحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين ونناقش في هذه الحلقة من برنامجكم مساحة للرأي الأزمة الصينية التايوانية مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ بشوي رمزي الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع. أستاذ بشوي أهلا بك مرة ثانية معنا، وتعقيب حضرتك على النتائج الانتخابات التايوانية الأخيرة والتي نجح فيها المرشح بتقريبا 40% من أصوات الناخبين، وانعكاس ذلك على المنطقة والعلاقات الصينية التايوانية كيف تراها في المرحلة القادمة؟ يعني خلينا نقول في البداية أن إحنا لا ينبغي أن نقيس أو نتوقع العلاقات بين الصين وتايوان بناء على الخطاب الانتخابي لرئيس التايوان، لأن دائما الحديث ما قبل الانتخابات والحديث ما قبل السلطة يختلف عن موقع المسؤولية. يعني إذا كانت هناك رغبة في تحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على يعني أكبر قدر ممكن من الاستقرار في المرحلة المقبلة، لابد أن تكون هناك سياسات حكيمة ورشيدة في التعامل مع الصين، خصوصا أن الصين يعني لها نفوذ كبير جدا، وأن الصين يعني دولة قوية لديها جيش قوي
وبالتالي ليس من مصلحة تايوان وليس من مصلحة الصين أيضا وليس من مصلحة المنطقة بل والعالم كله أن تكون هناك صراعات جديدة، لأن الأمور متأزمة جدا. هناك أزمة أوكرانيا، هناك أزمات في الشرق الأوسط، هناك العديد من الأزمات، وبالتالي لابد أن يكون هناك سياسات حكيمة رشيدة في التعامل مع الموقف في المرحلة الحالية. في نقطة أخرى اللي هي نقطة التدخل الدولي في المسألة، يعني هناك أطراف دولية ربما تسعى لتأديب الصراع، وهناك أطراف أخرى يعني تميل إلى صف تايوان وفكرة استقلال تايوان عن الصين، وهناك دول أخرى تدعم الصين، وبالتالي ربما نجد أن هناك فرصة لاتساع مساحة الصراع إن حدث. فلابد أن يكون هناك يعني تفكير عميق في السياسات التي تتبناها تايوان في المرحلة المقبلة. نعم. طب أستاذ بشور، يعني كما تعلم حضرتك أن هناك مساندة كبيرة جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان، وتقريبا العلاقات منفتحة بشكل كبير جدا، والإدارة الأمريكية متدخلة في العمق التايواني أو الشأن التايواني بشكل كبير جدا. هذا يزعج طبعا الصين بنسبة كبيرة جدا. هل تعتقد إذا ما كان هناك صراع بالفعل على الأرض وإن الصين ستأخذ خطوات على الأرض لضم تايوان بشكل جغرافي ملموس للحظيرة الصينية، تعتقد أن يكون هناك رد فعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن؟ وإذا ما قورن ذلك بالموقف الأمريكي مع أوكرانيا في حربها مع روسيا الآن، وليس سابقا كانت طبعا الاهتمام كله مع أوكرانيا، ولكن لما حدثت مشكلة الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على غزة تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية يعني بعثت كثيرا على بعد كبير جدا من الأزمة الروسية الأوكرانية. إذا ما قرنت هذه الأزمة بذلك، يعني خلينا نقول أن تايوان هي مجرد عصا في يد الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بها إلى الضغط على بكين من أجل يعني توجيه بوصلتها بأكبر قدر ممكن تجاه المصالح الأمريكية. لو بصينا للرؤية الأمريكية لتايوان بنجد أن تايوان كانت دائما في وجهة النظر الأمريكية هي مصدر للضغط على الصين. يمكن من أقرب المواقف اللي حصلت قبل الانتخابات بفترة يعني كان زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وزير الدفاع الأمريكي. وهذه الخطوات استفزت بكين جدا، وقامت بمناورات حربية، وكانت بتقوم بعدد من العمليات التدريبية يعني على الحدود مع تايوان، وبالتالي يعني كان في نوع من يعني الزيارات دي فيها نوع من الاستفزاز الأمريكي بالصين، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية بتقول للصين خدي خطوة. يعني إذا لابد أن احنا ننظر إلى تايوان ليس بأن هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة، لكن ممكن ننظر إليها بأنها يعني محاولة لاستقطاب الصين لمعركة عسكرية، لشد الصين نحو القيام بحرب جديدة في هذه المنطقة تنال من قوتها. لأن خد بالك الصراع أساسا بين الصين والولايات المتحدة هو صراع اقتصادي في الأساس في المقام الأول، وبالتالي لابد أن تكون هناك محاولة لاستنزاف قدرات الصين الاقتصادية عبر جوها في معركة هتستنزف الكثير والكثير من موارد الاقتصاد. وبالمناسبة الصين تنتبه لهذا. يعني أنا أعتقد أن الصين تنتبه لهذا، لأن الوضع بالنسبة لروسيا يختلف إلى حد كبير عن الوضع بالنسبة لبكين. يعني بالنسبة لروسيا وأوكرانيا تختلف الأمور إلى حد كبير عن بكين. يعني أوكرانيا هي دولة مستقلة عن الاتحاد السوفيتي، أما تايوان فهي ما زالت تحت الإدارة الصينية، وبالتالي فكرة إن الصين تقوم بعملية عسكرية هو الاحتمال الأخير في الأجندة الصينية، مش أولوية إطلاقا. وبالتالي بنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتسعى إلى حد كبير في أن هي تضغط على الصين اقتصاديا، ولكن لما بطورتها في حرب أو, أو, أو حركة عسكرية أو خطوة عسكرية تجاه تايوان.
ولو نزلنا انه لما حصل بعد كده تقارب كبير بين الصين وروسيا، وهو التقارب موجود اصلا ولكن كان حصلت زيارات متبادله بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع تأجي الازمه الاوكرانيه، نجد ان الولايات المتحده رات انه من مصلحتها ان تفك هذا الارتباط بين الصين وروسيا. فحصل لقاء بين بايدن وشي جين بينج على ما اذكر في سنغافوره، وكان هذا اللقاء اعترف فيه بايدن بالصين مبدأ الصين الموحدة. إذا تايوان ليست هي أكثر من ورقة في يد الولايات المتحدة. يعني إذا كانت هناك استجابة صينية من وجهة نظر الأمريكية تجاه المصالح الأمريكية ووجهت بوصلتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ولو بقدر ما سنجد أن الضغوط تخف على تايوان أو الدعم الأمريكي المقدم لتايوان سيقل كثيرا. وبالتالي هي المسألة مسألة مصالح، مسألة إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للضغط على الصين. أما بالنسبة للدعم الأمريكي، يعني أفهم من كلام حضرتك أنه ممكن أو من الممكن أن تكون هناك ورقة تفاوض وتناجل ما بين الطرفين أمريكا والصين، على أساس إن مثلا تتنازل الولايات المتحدة بشكل أو بآخر عن دعمها الكبير لتايوان، وتضع أو تفسح مجال أكبر لسيطرة الصين على تايوان، أي يعني شيء مادي اقتصادي استثماري. يعني خليني أدللك على هذه الوجهة بمشهد كان قريبا جدا. وزير الخارجية الأمريكي الراحل هنري كيسنجر قبل أن يتوفاه الله بشهور قليلة ذهب في زيارة إلى بكين. وهنري كيسنجر لمن لا يعلم يعني هو فعل بالدبلوماسية الأمريكية، وكانت الزيارة ودية. هو كان بيزور الصين يعني من منطلق شخصي، هذا هو المعلن، يعني هي زيارة شخصية وله أصدقاء في الصين. بالنسبة هنا كيسنجر هو الذي هو مهندس العلاقات الأمريكية الصينية عندما كان وزيرا للخارجية في الولايات المتحدة. هذه الزيارة بكل تأكيد رغم أنه لم يعلن عنها شيء كانت تحمل وسائل من الإدارة الأمريكية حتى ولو بشكل غير مباشر للصين. إذن الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هذا الأمر كان بخصوص أوكرانيا، ما كانش لسه أزمة غزة اندلعت، وما كانش لسه الموضوع في الشرق الأوسط، لأن برضه هناك اختلافات بين الصين والولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ولكن كان المسألة الرئيسية وتبقى المسألة الرئيسية على فكرة بين الصين والولايات المتحدة هي في القضية الأوكرانية الخلاف الرئيسي، لأن الصين علاقتها بروسيا تزعج جدا الولايات المتحدة، لأنهم يعني يشكل تحالف قوي باعتبارهم قوتين، هما القوتين القادرتين على مزاحمة الولايات المتحدة. فك الارتباط بينهم يساهم إلى حد كبير في إضعافهم الاثنين. وبالتالي الولايات المتحدة بتسعى إلى فتح أبواب للحوار مع الصين، ولكن هناك خلافات. يعني الولايات المتحدة لا ترغب أو لا تريد أن تتفاوض بشأن العلاقة الصينية الروسية، هي تريد أن يكون هناك، مش هقول قطيع، ولكن أن يكون هناك موقفا صينيا حازما داعما لأوكرانيا، وهذا الأمر لم يتحقق. وبالتالي كان من الممكن أن يكون هناك يعني نقطة توافق في حال استمرار ما بدأه هنري كيسنجر، ولكن طبعا الراجل توفى والله أعلم إيه الخطوات اللي لها بعد كده. ولكن هي المسألة مرتبطة بالقضايا الدولية. في حال اندلاع حرب، هل تدعم الولايات المتحدة تايوان؟ ده سؤال مهم جدا. أنا بقى هرد عليه بسؤال بعد إذن حضرتك. اتفضل. هل دعمت الولايات المتحدة أوكرانيا؟ دعمتها حتى في بداية الصراع بفترة ما، كان شكل الدعم ده إيه؟ مادي وعسكري. مادي وعسكري، يعني لكن ما كانش يعني معونات مادية، وفي نفس الوقت معونات عسكرية، أسلحة وما شابه، لكن لم تتداخل بشكل مباشر. لا طبعا على أرض المعركة طبعا، وتركت الأمر بعد كده لأوروبا. يعني حتى المعونات العسكرية والمعونات المادية كانت أوروبا هي الدول كانت تفرض على الولايات المتحدة، كانت تفرض على أوروبا الغربية دعم أوكرانيا بشكل مادي وعسكري وبشكل أكثر كثافة من الدعم بالفعل. وبالتالي الولايات المتحدة لم تعد قادرة إن هي تعمل اللي كانت بتعمله من 20 سنة لما دخلت عسكريا في العراق. بالفعل الأمور أصبحت مختلفة تماما. الداخل الأمريكي لم يقبل، الوضع الاقتصادي الأمريكي حتى لو تحدثنا أن الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية في العالم، ولكن الوضع الاقتصادي الآن لا يقبل. المشهد الداخلي في ظل تصاعد التيار اللي لو يعني سمحت لي أن أنا أسميه الترامبي،
يعني الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلينا نقول ان هو احدث تغيير كبير في الـ 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 السياسات الامريكيه تجاه العالم. يعني حتى اذا كان بيقوم لما كان في عهده بعمليات عسكريه كان بيقوم بعمليات نوعيه تستهدف اعداء الولايات المتحده، لكن ما كانش بيدخل بفرقه عسكريه يفرض ارادته على الارض، ما كانش بيحصل ده فعلا. وبالتالي كان هناك اختلاف كبير في المشهد. فهل الولايات المتحده اذا ورطت تايوان في معركه مع الصين هل ستكون المنقذ لتايوان؟ هل الولايات المتحده هتدخل في معركه امام جيش من اكبر جيوش العالم من حيث العدد والعتاد وكل شيء؟ اعتقد لا. فاذا تايوان في رايي ما هي الا مجرد قربان للمصالح الامريكيه. يعني الولايات المتحده تقدمها قربان من اجل ضحى بها في مقابل تحقيق هذه المصالح. المساله دي لابد ان يكون الرئيس التايواني الجديد مدرك لها تماما. انا اعتقد ان الرجل يعني المفروض ان هو رجل سياسي ورجل بكل تاكيد له خبره كبيره في عالم السياسه، وبالتالي هو كان بيحظى بالدعم الامريكي خلال ترشحه واستفاد منه، ولكن الامور لها حدود، لها نطاق معين لابد ان تتوقف عنه. استاذن حضرتك هنطلع نخرج لتقرير الصحافه ونرجع لحضرتك مره ثانيه. في الأهرام المحلل السياسي تشونغ تشيانغو علق على نتائج الانتخابات الرئاسية في جزيرة تايوان قائلا إن فوز شخص في الانتخابات لا يعني أنه قد حصل على الأغلبية، والمرشح لاي تشينغ تي حصل على نحو 40% من الأصوات. إذا نظرنا لهذه الأصوات سنجد أن المرشح يعتمد على 28% من هذه الأصوات، حيث إن أغلب المصوتين قرروا عدم الذهاب للانتخابات بدلا من أن يقوموا بالتصويت إليه. أما في جريدة الدستور، أحمد السيد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يقول إن انتخابات الرئاسة التايوانية حظيت باهتمام غير مسبوق في الانتخابات الأخيرة، مثلت أهمية خاصة بالنسبة لتايوان، وذلك بسبب ما تعانيه من توترات جيوسياسية وإصرار الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وذلك في الوقت الذي أكد فيه المرشحون الثلاثة في الانتخابات على أن الحفاظ على استقلال الجزيرة واحترام الديمقراطية يعد أولوية بالنسبة لهم. في حين كذبت شيماء مصطفى في صدى البلد إن خارجية تايوان حثت بكين على احترام نتائج الانتخابات، مضيفة أن موقف الصين يتعارض مع الإجماع الدولي والوضع الراهن في مضيق تايوان. وقالت الوزارة يجب على الصين أن تواجه الواقع وتتخلى عن جهودها للضغط على تايوان إذا أراد الجانبان استئناف التفاعلات الإيجابية وعودة العلاقات عبر المضيق إلى المسار الصحيح. وأخيرا صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت الصحيفة أن الصين والولايات المتحدة جعلت تايوان ساحة لاختبار الحساسيات والرؤى المتنافسة بينهما. وفي هذا السياق تقول الصحيفة إن تايوان بالنسبة للصين هي جزيرة من بقايا حربها الأهلية التي لا علاقة للولايات المتحدة بالتدخل فيها. أما بالنسبة لواشنطن فتايوان هي خط الدفاع الأول عن الاستقرار العالمي، وهي ديمقراطية تضم 23 مليون نسمة ومصنع المعالجات الدقيقة للعالم. مرة تانية أعزائي المشاهدين مع ضيف الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ بشوي رمزي. أستاذ بشوي، يعني إذا ما انتقلنا لجزئية أخرى وهي الجزئية الاقتصادية، كيف ترى يعني تذبذب الوضع في هذه المنطقة أو يعني المخاطر التي تحدق بهذه المنطقة على الوضع الاقتصادي إقليميا في هذه المنطقة ودوليا؟ كما تعلم حضرتك الوضع العالمي اقتصاديا مضطرب للغاية. يعني خلينا نقول ان المنطقة ستتأثر كثيرا. يعني يمكن قلت لحضرتك ان الصين بطبع احتمال الدخول في معركة هو الأولوية الأخيرة في أجندتها. يعني اعتقد ان الصين لا تريد ان تدخل في حرب حتى حفاظا على مقدراتها الاقتصادية يعني. ولكن طبعا سيكون لها تأثير كبير على آسيا وعلى دول الجوار. سيكون هناك تأثير أيضا على سلاسل الإمداد والغذاء، هيكون في مشاكل كبيرة جدا فيما يتعلق بالممرات البحرية، خصوصا أنه لا يتزامن مع أزمات تانية في العالم. يعني عندنا الأزمة الروسية الأوكرانية، وعندنا الأزمات في الشرق الأوسط. يعني أزمة غزة تمددت بشكل كبير جدا، أصبح هناك تداخل في الجبهة اللبنانية وتداخل في الجبهة السورية وإيران
هناك الكثير من الحوثيين دخلوا في اليمن، يعني المسائل أصبح فيها تأثير على ممرات حيوية جدا، ممرات اقتصادية حيوية جدا، وبالتالي استمرار هذه المعارك واتساع نطاق الحرب لتلك المنطقة في آسيا أعتقد أنه سيكون مؤثر إلى حد كبير، خصوصا أن هذه الدول كلها يعني دول تعتبر من الدول الصاعدة اقتصاديا، يعني عندك الكثير من الدول هناك، اليابان والهند كل هذه الدول ستتأثر بصورة كبيرة جدا، وبالتالي سيؤثر هذا على معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ستؤثر على الكثير من الدول حول العالم، وبالتالي لابد أن يكون هناك يعني رؤية عميقة قبل أن تخوض الدول معركة مثل هذه المعركة. يعني الأمور تحتاج إلى الكثير من الرؤية والكثير من التفكير في هذه الخطوة. يعني دائما نتذكر الصناعة التايوانية وأنها بتنتج الحقيقة تايوان 92% من أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم، والحقيقة ده بيعتبر يعني عصب مهم جدا في الاقتصاد العالمي وليس فقط في الاقتصاد التايواني أو المنطقة التي تقع فيها تايوان. في بدائل لتايوان في انتاجها للموصلات دول اخرى بتنتج هذه الصناعه، ولا هي تايوان بس لان نسبه كبيره شايفها؟ لا، هي اعتقد ان تايوان بتسيطر على على الجزئيه دي. يعني وده طبعا هيكون مؤثر الى حد كبير في حال اندلاع بالضبط. فلا هي تايوان بتسيطر تماما على هذه الصناعه وتسيطر على النسبه الاكبر، وطبعا اكيد في دول ثانيه، ولكن يعني النسبه الاكبر مش بنفس النسبه الكبيره، يمكن مش بنفس الكفاءه بنفس التكنولوجيا، لان تايوان متقدمه جدا صناعيا في الجزئيه دي. بالضبط. فاعتقد ان هي بتسيطر تماما على هذه الجزئيه، او على الاقل تستحوذ على الغالبيه العظمى منها يعني. وبالتالي فانا شايف ان هذه الامور ستتاثر برضه كثيرا في حال اندلاع حرب او اندلاع معركه عسكريه من الصين، خصوصا احنا بنتكلم عن دوله، يعني الصين دوله مش صغيره طبعا، يعني اذا قارنا بين الصين والامكانيات العسكريه بين الصين وتايوان، لا هنجد ان الفروق كبيره جدا بالفعل. والدول الداعمه على الرغم من ان تايوان لها تسليح امريكي، ما هو يعني كل الجيش التايواني تسليح امريكي بالظبط، تدريب امريكي، ولكن الصين ايضا متقدمه في هذه الصناعه. من ناحيه ثانيه ان الدول الاخرى الداعمه لتايوان يعني هتفكر مليون مره قبل ما تخوض معركه مع الصين، يعني هناك تنين بالظبط. فانت يعني هيكون هناك تفكير مليون مره قبل ما تاخد الخطوه، هيبقى مستحيل ان دول ثانيه تاخد الخطوه، وبالتالي الامور دي مش سهل ان هي تتحقق، يعني او مش سهل ان يعني هتبقى مخاطره ومجازفه كبيره جدا من قبل تايوان استفزاز الصين، لان بالذات الصين بترى ان مبدا الصين الموحده هو مبدا يعني سيادي لا جدال فيه ولا نقاش فيه، وهذا الامر غير مقبول. وبالتالي لابد ان يكون هناك يعني نوع من تقدير المواقف، يعني لابد ان يكون هناك تقدير للموقف من قبل تايوان قبل اتخاذ اي خطوه استفزاز، او قبل يعني خلينا نقول الاستجابه او الوضوح للضغوط الامريكيه او الضغوط الدوليه لاستفزاز الصين. المساله دي هتكون نتائجها كبيره جدا، مش على الصين وتايوان فقط، هيكون على العالم كله. وبالتالي لابد ان يكون هناك تفكير جيد جدا وعميق جدا قبل هذه الخطوه. طب استاذ بشو، يعني انا استوقفتني الحقيقه نتيجه الانتخابات وان الرئيس الحالي نجح بنسبه 40%، افهم من كده حضرتك ان 60% مقسمه على بعض المرشحين، منهم مرشحين مؤيدين للانضمام التام للصين؟ بكل تاكيد. في الداخل التايواني، داخل التايواني طبعا بكل تاكيد، في جبهه تدعو لذلك بكل تاكيد. بكل تاكيد خليني اقول لك ان دايما الشارع بيكون في يعني كتلتين، مش لازم الكتله الاكبر هي اللي بتكون ظاهره، يعني هناك كتله اخرى بتبقى بتميل الى الهدوء والاستقرار فما بتبقاش باينه، يعني دايما الكتله اللي بتطلع الشوارع وبتتظاهر وبتطالب وصوتها عالي بتكون هي الاكثر ظهورا امام العالم، والعالم بيستند اليها في هذا النطاق. يمكن تجاربنا حتى في الشرق الاوسط اظهرت ده، يعني الشارع
ليس مقياسه العدد لكن التأثير بالضبط. يعني تؤثر مش شرط يبقى العدد كبير يعني بالزبط. بس تأثيرك ايه بالضبط؟ يعني لو بصينا وبعدين لاحظ ان هذا الرئيس هو الاكثر الموشحين تأييدا لفكرة الانفصال يعني طبقا للتقارير المكتوبة طبعا هي اعلنت على طول الصين انها في حالة انزعاج تام يعني. اذا كان هناك مرشحين اخرين اقل او اكثر مرونة في هذا الاتجاه يعني ربما كان هناك بعض المرشحين يميلون الى التفاوض، هناك بعض المرشحين ربما مالين لبكين يعني ما نقدرش في جبهة بكل تأكيد في جبهة سياسية تدعو الى البقاء يعني حفاظا على الاستقرار يعني صحيح. خصوصا ان تاين دولة يعني تنعم باستقرار اقتصادي وتنعم بحالة من الرخاء وتنعم بأوضاع اقتصادية جيدة، فلماذا نجازف بهذا من اجل معركة ومن اجل حرب خسرانة؟ طيب يعني هو سيطرة الصين على الجزيرة التايوانية تقريبا بنسبة كام في المية، وإيه شكل السيطرة أستاذ بشوي؟ لا هي تايوان بتنعم بحكم ذاتي يعني تايوان بتنعم لها حكومة ولها، ولكن بتخضع للإدارة المركزية في الصين يعني هي تخضع للإدارة المركزية، إدارة تايوان المركزية موجودة زي هونج كونج بالضبط، هي هونج كونج وتايوان وفي أعتقد يعني لا اذكر اسم الصين أخرى. بس الصين اكثر سيطره على هونغ كونغ من تايوان يعني بعد تسليمها من بريطانيا بالضبط، ولكن تايوان جزء من الصين، جزء من الاراضي الصينيه وبالتالي لكن تنعم بحكم تاريخيا وجغرافيا ده تابع ان هي جزء من القاره الصينيه وبالتالي هي تحظى لكن تحظى بحكم ذاتي يعني اعتقد ان هي خطوه يعني ان هم بينعموا بحكم ذاتي دي مساله يعني تحقق قدر من الاستقرار، بتعطيهم صلاحيات كثيره، بتعطي الحكومه التايوانيه صلاحيات كثيره، بنجد ان لهم جيش، بنجد ان لهم وزارات مختصه، بنجد ان لهم قرارات سياديه في الكثير من الامور صحيح، ولكن هم بيخضعوا في النهايه الى الاداره المركزيه في الصين. فانا اعتقد ان المسائل يعني تميل اكثر الى التفاوض يعني اذا كان هناك حفاظا على المصالح بالضبط، يعني اذا كانت هناك رغبه في ان تنال الحكومه المزيد من الصلاحيات او شيء من هذا القبيل ربما تفتح الصين ابوابها لهذا التفاوض، ولكن الامور كلها لن تخرج عن مبدا الصين الواحد. نعم. مبدا الصين الواحد بالنسبه للصين هو مبدا سيادي لا يقبل اي تفاوض. نعم. الحقيقة أنا بشكر حضرتك على هذا اللقاء وسعيد بوجودي معك في هذه الحلقة من برنامجنا مساحة للرأي، ناقشنا فيها الحقيقة قضية مهمة جدا وهي القضية الصينية التايوانية. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ بشوي رمزي الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع، تحياتي لحضرتك أستاذ بشوي. أعزائي المشاهدين على وعد بلقاء آخر وحلقة جديدة من برنامجكم مساحة للرأي، لكم من أسرة البرنامج أطيب وأرق المنى، في أمان الله.